بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنقدم لكم الشكر على هذا المنبر، المنابر الاعلاميه ديال اللي كتازر اتحاد خميسه سواء في الضراء او السراء. كنهني الجماهير الزموريه على الحضور ديالها اليوم، كنشكرهم بزاف لانهم مساكن فين ما كنديبلاصو وكنلقاهم في الجنب ديالنا. صبروا علينا شويه والحمد لله ربي اليوم جازنا بهذا الانتصار، هذا انتصار اللي ما كانش سهل لاننا كنا كنتقاسموا نفس المركز مع فريق فتح الناظور اللي حتى هو كيلعب في المراكز الاخيره. قبلنا بمقابلات جيده في المقابلات السابقه ولكن ما استطعناش اننا نحصلوا على نقاط، حصلنا على نقطه في فريق تيزنيت. غير باش يعلم الجمهور الرياضي الزموري والمغربي بان قسم الهوات فهو قسم ماشي اللي سهل، فيه فرق اللي مزيانه ومتمكنه ومتمرسه. الحمد لله هذا الفوز هذا جاء في الوقت ديالو لان كنا محتاجين ليه. كنشكر اللاعبين اللي قدموا واحد الاداء جيد اليوم، كانت قتاليه سواء على المستوى البدني او الذهني او التكتيكي. قدمنا مقابله، المهم هو انتصار اللي كنا محتاجين ليه. وكنشكركم نتوما في المنابر الاعلاميه اللي كتساندونا، وكنطلب الاعتذار من الجمهور الزموري ويصبروا علينا شويه لان الفريق جديد العهد بهذا القسم هذا، واللي باش يعلم الجميع ان 75% ديال الفرقه مشات من العام اللي فات. حنا كنحاولوا اننا نوقفوا على التشكيله اللي يمكن اننا نعتمد عليها في باقي المقابلات. بحال اللي لاحظتوا اليوم كاين تغييرات على مستوى ديال التركيبه البشريه ديال الفرقه، دخلوا لاعبين اللي قدموا اداء جيد، قدموا قتاليه كبيره، والحمد لله ربي جازنا بهذا الانتصار هذا. ونتمنوا ان تكون هذه انطلاقه ديال الاتحاد الزموري الخميسات. وبالنسبه للصعود راه ما يمكنش الصعود انه يجيب محض الصدفه ولا هذه، ما يمكنناش نتكلموا على الصعود من دابا، غنبقوا غاديين ماتش بماتش ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله نكونوا غاديين في المسار الصحيح وتكون هذه انطلاقه ديال الاتحاد الزموري ان شاء الله.